هذا التطبيق يعني هذا الكاميرا هذا التطبيق يعني لما تسجل بالنسبه كاين الصوره ونشوف الكود بالك ممكن ان كيو ار كود وفيه رقم جواز السفر يعني في شكل فيزا يعني في شكل فيزا هكذا شكل فيزا يعني هذا التطبيق هيا هذا لما يعني نطلبوا طلب الاعتماد يمنح هذا التطبيق هيا وممكن تدخل به في المطار يعني دون التأشيرة وكذلك يعني الدخول إلى المطار يتم بطريقة رقمية يعني طريقة رقمية يعني كما توصل للمطار ما فيش الآن مثلا شرطي يطبع لك جواز سفر إلى غير ذلك فيه يعني سي دي بورت ديجيتال تقدم الكيوار كود تاعك وتحل لك الباب لأن كل البيانات البيومترية موجودة في هذا التطبيق هذا التطبيق كذلك تمشي به في المترو المترو مجاني في الدوحة خلال كأس العالم بهذا التطبيق لكل الأشخاص المناصرين أو الصحفيين يمشوا في المترو أو المناصرين بطريقة مجانية وما كاش ما تقدرش تدخل ولا تحاول لا ما تقدرش الآن مثلا ممكن نديروا الآن تجربة ممكن نديروا أن سكرين شوت يعني هاوليك نديروا أن سكرين شوت لما نديروا لو سكرين شوت يخرج يعني أسود يعني ما تخرج أكيد هاي خرجت أسود من تحت صح لماذا لأنه لو كان تخرجك تعرف الكود تعرف الشخص تعرف صح تخرج يعني أسود ما يخرج يعني ما هوش ممكن يعني التزوير ولا استعماله هذا هو الأشخاص أخرى يعني هذه الرقمنة يعني الرقمنة ساهمت في وصول الملايين من المناصرين لأن قطر بلد صغير ولكن استطعت في مدة قصيرة أن يستوعب ملايين من المناصرين يدخلوا يوميا ويخرجوا يجوا عبر الحدود البرية عبر الطائرات ولكن رغم ذلك لما نمشوا في الدوحة نشوفوا يعني الطريقة يعني طريق السيار يعني ماهوش ممتلئ فيها يعني فلويديتي دو لا سيركيلاسيون لأنه ممكن يستعملوا المترو يستعملوا ترامواي خاصة أكثر المترو فيه يعني المترو فيه ثمان ملاعب الملاعب الثمانية مرتبطة بخط المترو أنا حضرت مثلا قبل مقابلة ألمانيا إسبانيا كان المناصرين يعني كثير وكانت المقابلة راح تنطلق على الساعة العاشرة ليلا بتوقيت الدوحة وكان يعني المناصرين في كل المطارات المناصرين الألمان ولا الإسبان ولكن كل دقيقتين يجي المترو ويوصلك حتى للملعب ممتاز سريدة